أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أثار خروج العراق من مؤشر جودة التعليم ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والمخيبة للآمال والتي تتحمل السلطات الحكومية تبعاتها. وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق العام الماضي أن خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم يمثل انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم. وما زال العراق خارج مؤشر جودة التعليم لعام 2022 بحسب مؤشر دافوس. ومن أسباب خروج العراق من هذا المؤشر هو عدم تهيئة الظروف المناسبة لطلاب المدارس من مدارس حديثة ومقاعد دراسية ومناهج تعليمية، حيث تزداد معاناة الطلاب كل عام بعد هطول الأمطار، فقد فاقمت الأمطار الأخيرة من معاناة الطلاب نتيجة انهيار البنية التحتية في هذه المدارس وفي غيرها من البنى التحتية. عراقيون تداولوا مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصد هذا المقطع جانبا من تلك المعاناة لطلاب المدارس، وبالتحديد في حي طارق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وطريقة وصولهم الصعبة إليها من شدة الأطيان وركود الأمطار فيما يعرف بشارع المدارس الذي يضم 7 مدارس كرفانية وفقا لأهالي المنطقة. دعونا نشاهد معاناة طلاب هذه المدارس في هذا المقطع المتداول. الله، هذا فاتح أقول منه طالب. هذا الشارع منه انقطع، يعني الصوت بسبب شنو؟ انقطع. لا كادر مدرسة، هذه معلمين، هاي فوتوا منها، وهاي طلاب باعوا. شوف شلون تصير وضع طلاب. مناشدة، كل مسؤول محمل أمانة أمام الله سبحانه وتعالى ينازع عليه. هذول هالكادر هالمعلمين وهذا الرجال، هاي بيتهم بالمدينة وجون يخدمون هنا ومنطقة حي طارق شارع المدارس. وهذا قاعد الرجال جزاه الله خير قاعد يمسح بالشارع شو مكاننا. وهذا باع، شوف مكان كلش صغير وتعبر به العالم، وباع العالم. شو هذا كادر التربوي، لكن شلون يوقف؟ انت شو وقت يخلصون دور الطلاب؟ يلا يلا. وهذا الوضع وقاعد يشاهدونه. نبقى في مدينة الصدر ومن حي طارق إلى القطاع 27، حيث أظهر مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي من هناك حال مدرسة وادي السلام وبنايتها الآيلة للسقوط على رؤوس الأطفال، في مشهد يبين حجم الإهمال الحكومي وعدم اكتراثها بأرواحهم كما قال عراقيون على منصات التواصل. دعونا نتابع هذه الصور. يا السلام عليكم أستاذنا العزيز، هاي رسالة لوزارة الداخلية ورسالة للدفاع المدني والتربية الرصافة الثالثة، يعني بشرفكم هاي ما الطلاب. شوف بمن موقفينها، بس شوفوا بمن موقفين الحمامات، يعني هاي كلها واقعة كلها ساقطة ماشي، وهاي حمامات يعني هاي صحيات، يعني منو يقبلها ببيته بهالصورة بهالشكل؟ يعني كلها جاي توقع، يعني يوم على يوم جاي تتهدم. زين الطلاب لا حول ولا قوة، يعني وين يروحون وين يروحون؟ احنا نحمل المسؤولية الوزير التربية ونحمل المسؤولية المدير الرصافة الثالثة، يعني لازم يجات حل بصورة سريعة. ومن مدينة الصدر في العاصمة بغداد إلى محافظة البصرة جنوبا، المدينة الغنية بالنفط والتي من المفترض أن تستقبل بطولة خليجي 25
فيها. إذا أظهر مقطع تداوله عراقيون من ثانوية للبنين في المدينة أداء جزء من طلاب الثانوية لامتحانات الفصل الأول وهم يفترشون الأرض ويمتحنون عليها لعدم استيعاب الصفوف المدرسية لأعدادهم الكبيرة. ويبين المقطع اكتظاظ الصفوف واضطرار الطلاب إلى الجلوس في الممرات على الرغم من انخفاض درجات الحرارة. فلنشاهد. جد عددكم؟ 60. ونبقى مع حال طلاب المدارس في المحافظات العراقية ومعاناتهم، ونبقى في محافظة البصرة التي يحلو للبعض تسميتها بمدينة الذهب الأسود، لكن يبدو بأن هذا الذهب الأسود ليس لأهلها، وإلى إحدى ثانويات البنات في المدينة وتحديدا في ثانوية الفيحاء للبنات والتي يصل عدد طالباتها إلى نحو 90 طالبة في الصف الواحد. أظهر المقطع المتداول الذي سجلته إحدى المدرسات في الثانوية حال الطالبات وهن يفترشن الأرض خلال أداء امتحانات الفصل الأول في ممرات بناية المدرسة بعد تعذر تأمين المقاعد الدراسية الكافية لاستيعاب أعدادهم في مشهد يعكس حال التعليم في العراق ونحن على أعتاب عام 2023. دعونا نشاهد قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي مع معاناة طلاب المدارس في العراق. هذا حال مدرسة الفيحاء، متوسطة الفيحاء، طالباتها قاعدات كلش بالممرات، كل شعبة 84 طالبة، 87 خلي يشوف مدير التربية وزير التربية وين وصلنا بالله. هسه احنا سنة 2000 يعني نهاية 2022 الناس صعدت للقمر وبنت مدارس على القمر واحنا قاعدين بالقاع. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور المؤلمة صراحة، ومع استمرار خروج العراق من مؤشر التعليم العالمي. علي كامل حسين يقول كأس الخليج، يقول محافظ البصرة صرف عليه 35 مليون دولار ومدارسكم بدون رحلات أي مقاعد، يقول جاملون برأس الشعب. أما أم حسن فتقول الله أكبر هاي البصرة أم الخير، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. راجح العبدلي يقول محافظ البصرة أسعد العيداني متستر على ابن عمه عبد الحسين العيداني مدير التربية وما يقبل إقيلة من التربية. شذا عبود تقول مو على أساس الحشد الشعبي ده يصنع رحلات وما راح يخلي مدرسة بدون رحلات، تتساءل. نعم، إذن هذا جانب من حال طلاب المدارس في العراق، وهذه المشاهد صراحة تتكرر كل عام ويبقى العراق خارج مؤشر جودة التعليم بسبب هذه الأوضاع وبسبب تراجعه على المستوى التعليمي وعلى مستوى البنايات المدرسية وظروف الطلاب التي كما أشرنا شاهدناها في هذه الصور والتي دائما ما يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. نعم، هل هناك اتصال؟ دعونا نذهب إلى ملف آخر ونبقى في محافظة البصرة حيث تتكرر الشكاوى من المواطنين من تحول أو تجول السيارات الحديثة والمواكب التابعة في الغالب إلى الأحزاب والميليشيات المهيمنة على المدينة بدون لوحات تعريفية فضلا عن زجاجها المظلل. ويعد المواطنون يعتبرون
بأن هذا الأمر الاستثناء استثناء هذه العجلات الحديثة من التدقيق والملاحقة الأمنية من قبل دائرة المرور هو تواطؤ مفضوح مع الجهات التي تتنقل بهذه العجلات وتستخدمها في عمليات اختطاف واغتيال الناشطين كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. مواطن بصري رصد إحدى هذه العجلات التي لا تحمل لوحات تعريفية وهي تتجول في المدينة وسجل المقطع. دعونا نتابع ماذا قال المواطن البصري في هذا المقطع. ما قاعد يشاهد هذا بتاهو، هذا مظلل وأسود وبدون أرقام، يعني هسه هذا إذا ارتكب مخالفة أو سوى حادث أو سوى جريمة لا سامح الله وأرد أبلغ عنه، شو أقول لهم؟ أقول لهم تاهو سودة، تاهو مظلل، غير رقم، غير بدون تظليل، حتى واحد يعرفه شخصه. عمي قيادة شرطة محافظة البصرة، قيادة عمليات البصرة، مرور البصرة، كانت بس ذاك اليوم ركضت وعلي شيء الإجازة مالتي منتهي، أسبوع قصيته لوصل 50,000. هاك تفضل، هذا شلون يتجول بالبصرة؟ طبعا عشرات أمثال هاي السيارات موجودة بالبصرة. نبقى مع حركة المرور في البصرة والزحامات الكثيرة التي عادة ما تتسبب بها مواكب المسؤولين، ما ينعكس سلبا على حركة السير، لا سيما سير سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى والحالات المزمنة للمستشفيات. ففي هذا السياق أظهر مقطع متداول من مدينة البصرة، أظهر سيارة إسعاف قد علقت في إحدى الزحامات المرورية دون قدرة السائق على مواصلة الطريق والوصول إلى المستشفى نتيجة لهذه الزحامات المرورية. دعونا نتابع. بسيط، أتمنى توصل القيادة العمليات بالبصرة ودائرة صحة البصرة، وهي هسكوا إسعاف وراي بهذا شارع الوفود عندها حالة والتقاطع، وانت عرفنا نشوف هذا في مطعم زرزور السابق، وعلى ما يوصل للتقاطع قد المسافة، فليش ما يكون اتصال بينه بالإسعاف بجهاز خاص ويا التقاطعات، تمام؟ على مود يفتحوا له التقاطع بكل التقاطعات، كل إسعاف بها جهاز اتصال خاص مع التقاطعات ويا المرور، على مود تنحل هاي الأمر، لأن هاي روح حرامات الإنسان يفقد حياته على مود ازدحام. نبقى مع المقاطع المتداولة التي توضح حركة السير في شوارع العراق، ويبدو بأن موكب الوزير أهم من حياة المواطن كما قال عراقيون عند زيارته للبصرة، إذا أظهر مقطع مصور مواطنا من البصرة وهو يصارع الموت بعد تعرضه لحادث سير، وذلك بعد تعذر نقله إلى المستشفى بسبب قطع الطرقات من قبل ضباط المرور لتسهيل مرور موكب وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري خلال زيارته التفقدية لمدينة البصرة. فلنشاهد هذه الصور. موجودة وما يقبلون أحد يشيله، يعني أحسن يموت هنا. ما يقبلون أحد يشيله. هذا العقيد واقف هنا، الزلمة راح يموت، الزلمة راح يموت، ينتظر حضرة جناب الوزير، ما يقبل أحد يشيله. هذا ينتظر حضرة جناب الوزير يتعدى منه، والله على مود وزير يتعدى منه، ما يقبل أحد يشيله. سحب سلاحه على الناس، على المواطنين سحب سلاحه، ما يخلون أحد يشيله، ما يقبلون أحد يشيله، ينتظروا حضرة جناب الوزير. يعني أنا ما يموت يا الله، ما يخلون أحد يشيله. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور ويعني ارتفاع الزحامات المرورية. محمد العراقي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو ذنب هذا هسه حاط لك موكب
منو يقلبك أنت وكل الوزراء؟ يقول محمد. أما بشير البصراوي فيقول: مع الأسف حياة المواطن أرخص من قدوم الوزير. فاطمة العلي تقول: والله يسوون أهمية لما يسوى فلس وزير، وشنو يعني حال حال الباقين. ليث عباس يقول: هذا الحادث الثاني اللي قبل عثمان الغانمي، يقصد وزير الداخلية السابق، وهذا الثاني عبد الأمير الشمري، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، معنا اتصال حسن من العاصمة بغداد، ورحب بك معنا حسن. كيف يعني عرضنا في الملف الأول حول معاناة طلاب المدارس وما يتعرضون له من قلة الرحلات، المقاعد الدراسية، اكتظاظ الصفوف، وكذلك يعني المطر زاد من معاناتهم، يعني باتت الشوارع مبتلة وبرك من المياه، صعبت على الطالب طريق الوصول والرجوع من وإلى المدرسة. في الملف الثاني عرضنا حركة المرور في العراق بحسب ما تداوله عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها ما عرضناه لمواطن عراقي تعرض إلى حادث سير، ولكن لا يمكن أو لم يستطع الناس من حوله نقله إلى المستشفى بسبب وجود وزير الداخلية في زيارة إلى البصرة. تفضل. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حسن من بغداد، أشكر قناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا حسن. كادر قناة الرافدين، تحياتنا لكم. حياك الله، أهلا بك. طبعا أمو شغلة بالنسبة لهذه السيارات المضللة والسيارات اللي حكومية، يعني أربعين يستخدمونها العوائل هم يطلعون بيها الصفارات. نعم. ماكو يعني حتى بأكثر واجبهم غير بصفة نقول جاي يطلعون بيها ويسكرون وصفاراتهم بالشارع، احنا ما نقدر نقول نصور وننزل ونسوي، بس احنا لازم نعقب هذا الشيء. يعني كل سيارات حكومية مضللة وهو وعائلته ويكتر بيها هاي السيارة. نعم. يعني الحكومة ووزير الداخلية يعني وين عن هاي الحالات اللي موجودة؟ نعم. يعني احنا هيك ما تنظل هيك قانون، ماكو يعني قانون بس على الفخير. يعني بالنسبة لها شفت الفيديو اللي بالفعل يعني سيارة شير يقول سيارة توها، يعني شلون واحد يعرف إذا سيارة مضللة علما تابعة؟ يعني احنا هنا مثلا ظل على التخلف هذا القانون، ماكو دولة صحيحة، ماكو احنا هنا مثلا ظل هيك. نعم، أليس من المفترض أن هذا هو واجب المرور لمحاسبة مثل هذه حالات هكذا حالات؟ والله أستاذ المرور ما أعتقد يقدر يحكي، يعني عبارة عن ميليشيات وأحزاب ووضعية وهي هي. يعني جانا وزير داخلية جديد، ماكو تغيير. نعم. ماكو خوف، ماكو قانون صحيح. نعم. شكرا لك حسن من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى تداولها عراقيون وتفاعلوا معها على منصات التواصل الاجتماعي. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة.
أهلا بكم من جديد. نذهب إلى ملف التظاهرات المطلبية. طبعا قبل أشهر تظاهر أو نظم موظفو الخطوط الجوية العراقية من أجل إقالة مدير الخطوط الجوية كريم كاظم الذي تحوم حوله شبهات فساد والتي وصلت إلى حد توعد الموظفين بإيقاف الحركة الملاحية احتجاجا على فساده. كما قيل بأنه تم منحه إجازة إجبارية وقيل بأنه تم إقالته قبل أيام، لكن بعدها وبسرعة عاد إلى منصبه. دعونا نشاهد جانبا من حراك هؤلاء الموظفين الرافضين لمدير عام الخطوط الجوية العراقية في الفترة السابقة، فلنتابع. نعم. حينها وبعد تلك التظاهرات هذه التي شاهدناها الآن، زار وزير النقل الحالي رزاق محابس السعداوي مقر شركة الخطوط الجوية في العاصمة بغداد، ومنح مدير الخطوط إجازة إجبارية كما قال قبل أن يتم تداول خبر حول إقالته من منصبه. واستبشر الموظفون خيرا في هذا الإجراء حينها، لكن بعد ما نشاهد هذا التصريح. وقفت الإجراءات المتخذة بحقكم سواء كانت التنقلات الخارجية أو الداخلية، هذه وقفتها، وموضوعة العقود راح أتابعها مع وزارة المالية ومع السيد رئيس الوزراء وإن شاء الله ومع مجلس الخدمة الاتحادي، وإن شاء الله نطلع بنتيجة طيبة نفرحكم بها. ما يتعلق بالإدارة العامة سوف نتخذ إجراءات مناسبة بالتداول مع السيد رئيس الوزراء، وفعلا الخطوة الفعلية الآنية اللي سويناها اليوم هي منح المدير العام إجازة إجبارية لمدة شهر لحين. لكن تأتي الآن، لكن المفارقة ما أظهرته وثيقة صادرة من مدير الخطوط الجوية المقال كريم كاظم حسين أمس الخميس، والتي تبين مباشرته بمهام عمله بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة له من قبل الوزير، على الرغم من التظاهرات الحاشدة ضده الرافضة لعودته. وبينت مصادر مطلعة داخل وزارة النقل بأن وزير النقل تعرض لضغوط كبيرة من قبل إحدى الجهات السياسية لإبقاء المدير العام السابق للخطوط الجوية العراقية في منصبه. وتابعت المصادر بأن الوزير سمح بعودة مدير عام الخطوط الجوية العراقية لمنصبه على الرغم من التظاهرات الحاشدة لموظفي الخطوط ضده، ليشتعل الغضب على إثر ذلك بين صفوف الموظفين ضد عودة تكليف مدير عام الشركة كريم كاظم، ونظموا على إثر ذلك تظاهرات رافضة لعودته قبل أن يطردوه من مقر الشركة تزامنا مع هتافات اتهمته بالفساد. فلنشاهد. هذا ما حدث لغاية الآن مع مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية. ونذهب إلى محافظة المثنى، حيث جدد الخريجون من حملة شهادة الهندسة والإدارة من إجراء وزارة النفط في المحافظة، وطالبوا من خلال هذه التظاهرات طالبوا بتجديد العقود أسوة بالمحافظات الأخرى. ونظم العشرة منهم تظاهرة للمطالبة بإنصافهم أمام مبنى شركة توزيع المنتجات النفطية في المثنى. دعونا نشاهد جانبا من تلك التظاهرات. صار لنا 3 أشهر دوامنا بهاي الدائرة، ودوامنا بالمصفى، ودوامنا بفرع الغاز،
يعني وقلنا بكل الاعمال اللي توجهت لنا بعد ما خلصنا لنا 3 اشهر انها وخدمات هاي الشباب وهاي البنات بنات محافظه المثنى. احنا اليوم طالعين نريد حل نتيجه نهائيه من النواب ومن محافظه المثنى. نواب محافظه المثنى السبعه ليش جاي يسدون بيبانكم بوجونا؟ احنا طالعين نريدكم تساعدونا ما تصيرون ضدنا. انتم يا نواب محافظه المثنى وعدتونا بعد المباشره قلتوا احنا نجيب لكم التجديد واحنا نجيب لكم حقكم. بعد الثلاث اشهر شفنا العكس مع الاسف كنتم صرتوا ضدنا. اليوم كل ساد بابا بوجونا. احنا يعني وين نروح؟ هذا الشارع هو اللي يجيب حقنا. احنا اليوم وباكر وعرفه طالعين الاحد طالعين احنا وعوائلنا. دوائر مصفى بس الكل ينسد محافظه شوارع تنقطع احنا نريد حقنا. إذن كما شاهدنا بأن هذه التظاهرة هي سلمية ولا يوجد فيها أي إساءة أو تخريب، لكن يبدو بأن هذا المشهد لم يعجب مسؤولي المحافظة الذين دفعوا بقوة من مكافحة الشغب للاعتداء على المعتصمين، ومن بينهم المتحدث الذي شاهدناه في هذا المقطع بقوة السلاح بدلا من الاستجابة لمطالبهم. وتنوعت الاعتداءات ما بين الركل والتنكيل والضرب والاعتقال، والمفارقة أن الاعتداءات شملت الخريجات كذلك كما يؤكد شهود عيان. دعونا نشاهد جانبا من تلك الاعتداءات قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي مع هذه المقاطع. إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه المقاطع. أبو رقي المالكي علق وقال على فيسبوك يقول: ما خليت بشر ما تجاوزت علي، مو كافي ترى الله بالمرصاد. أما مناف أبو علي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عالم تريد تعيش بالحلال وفي أبسط الأجر قابلين، يعني وين تروح هاي الشباب؟ أحسن ما تنحرف تتجه إلى طريق آخر. عمار التميمي يقول: الله أكبر، هيش تضربون ولد بلدكم لأن طالعين يطالبون بحقهم. يقول: والعمالة الأجنبية من كل الدول يشتغلون بالشركات النفطية، معززين مكرمين أحسن راتب وأحسن سكن. يقول: دولة ضد الشعب صايرة. تعليق آخر من كرار يقول: الله أكبر، هذا إجرام بحق المواطن، شلون هيش يتعاملون وياهم. معنا اتصال أبو عبد الله من محافظة صلاح الدين. أبو عبد الله، في البداية أسألك حول مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، يعني رغم رفض الموظفين لهذا المدير ورغم تعهد وزير النقل الحالي رزاق محابس ب يعني البت بهذه القضية وإعطائه إجازة إجبارية، لكن عاد إلى منصبه، يعني ما الذي يجري؟ نحن نشاهد الآن في هذه الحكومة تتكرر هذه الصور، إما سارق يفرج عنه بكفالة، وإما مسؤول يعني يقال من منصبه ثم يعاد مرة أخرى. مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ العزيز، شلونك؟ أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك أستاذ العزيز. هذا ما يطلع بكفالة، هذا من يبوب من يبوب مال الدولة، يرجع حصه معقول للجهه الاعلى منه ويرجع المنصب ماله. هسه المناصب صارت بيع بفلوس، بيع بفلوس انت ما تدري. وزين هو هذا اللي يقول لك، يقول لك وزير، زين خلي شيخ عنده شهاده، لو شهادته جابه من لبنان. نعم. زين جاب شهادته، كلهم الموجودين ماكو بالبرلمان وغير البرلمان، هل يطلع شهاده من جامعه عراقيه او جامعه محترفيه؟ نعم. ما تلقى عنده شهاده صحيح.
اصلا شهادته مو صحيح كلها كلام. وهسه ابسط شيء ابسط شيء عندك يعني العالم تطور لوين تطور؟ هسه عندك مراكز الشرطه طبعات الاصابع عادي طبعات الاصابع هسه صارت طبعات الكترونيه وغير الكترونيه بعدهم محلها طبعا ما في هذا الحبر ما ادري شلون يمشي يمشي على الاصابع ويطبع. هذا نفس هذا بالجنايات ما بقول شيء عندي بقت على هذا الطبعة هاي العالم تطور يعني من تطلع من تطلع بصمات الاصابع يطلع البرلمان كل الحراميه كلها مطلوب بالانتربول. يعني تستاجر من دوله هاي دوله واحد مش وراها هاي مو دوله. نعم. هاي دوله كنك جابتها ايران وامريكا مصالح امريكا ومصالح امريكا وايران استفاده ايران وامريكا. انت مو قلت لك امريكا راح تسوي خطاب على ايران ما يتاثر عليك كل شيء مو مثل العراق. نعم. واني ممنون منك. واني اشكرك العفو اني اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. هل يوجد اتصال آخر؟ من؟ أحمد من مصر؟ تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عودة سعيدة يا باش. أهلا وسهلا. عودة سعيدة بحييك وبحيي الكرام. حياك الله يا هلا بيك. والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. والعزاء. بالنسبة للتعليم في العراق والصحة والبنية التحتية. نعم. فهي الدولة من العالم من 2003. يعني أنا كنت حضرتك يا أستاذ عمر أنا كنت بكشف مستشفى في المنصورة بكشف على درسي. نعم. لقيت شاب طالبة وطالب عراقي بتعلمه في جامعة طب الأسنان في المنصورة. نعم. في الحكومية. نعم. فأنا بقول لهم أنتوا بلدكم بلد تعليم كانت في المرتبة الأولى في التعليم. ايام النظام الوطني قبل 2003 كان في التعليم كافيان بتستنى المرتبه الاولى. فانا زعلت في نفسيتي ان مش هم يجوا يتعلموا هم العراقيين على راسنا يا استاذ عمر لان الشعب العراقي شعب شقيق وشعب عزيز على شعب مصر والمصريين. فبالنسبه للتعليم والصحه الناس دي ما كانش يفهموا من الصحه ازاي والتعليم ازاي. ياس لما ماتوا من المخابرات من دول خارجيه ما كانوش يفهموا حاجه. كان اللي كان بيبيع سباح واللي كان بحارب خاين كان بحارب مع ايران واللي بتاجر بالدين يعني ناس ما كانش لهم في منظومه البلد وهويه البلد. يعني ايران عماله تكسف اربيل يعني بالنسبه للقصف الايراني يوم والتاني بيكسفوا اربيل. هي اربيل بقت اسرائيل يا استاذ عمر يعني اسرائيل بقت في اربيل بيضربوا فيه. انا مش عارف البلد ديت لما اخذت من 2003. نعم. يعني تمام يا استاذ عمر. نعم. الو معاك يا احمد معاك. يعني من 2003 يعني كان ما كانش حد يقدر يبص للعراق اللي كان فيها دوله قويه في المنطقه ولا بيت. نعم. فلما تم الميليشيات بقت دوله ميليشيات لا عاد فيها جيش ولا عاد فيها امن والبلد بقت فوضى. يعني من 2003 البلد العراق بقى كمتابع للشان العراقي بقت دولة فاضية كل من هب ودب يضرب في العراق كل من هب ودب يضرب في العراق. يعني البلد ملهاش هيبة ولمؤاخذة يعني مع احترام للشعب العراقي الدولة يعني بنقول عليها دولة هافة يعني ملهاش كلمة ولا لا هيبة. شكرا استاذ عمر. شكرا لك احمد من مصر كان معنا. دعونا نذهب إلى قضية أخرى أشعلت الغضب والاستهجان والتساؤل على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع العراقي كذلك، حيث قالت النائبة سروة عبد الواحد بأن عارضات أزياء وفنانات وصفتهم بالشهيرات على منصات التواصل الاجتماعي قد حصلن على جوازات سفر دبلوماسي. وأكدت عبد الواحد خلال لقاء متلفز بأن وزارة الخارجية لم تقدم توضيحا حول مسألة منح الفنانات جوازات سفر دبلوماسية رغم أنها تلقت خطابا بخصوص توضيح هذه القضية. ومنتصف تشرين الأول الماضي أقرت وزارة الداخلية العراقية بمنح ما بين 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي بين الأول من أكتوبر العام الماضي وحتى أكتوبر من هذا العام. دعونا نشاهد جانبا من تصريحات عبد الواحد قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي مع هذه القضية. كل المودلز اللي موجودة بالعراق البنات التيك توك وما أدري شنو كلها عندها جواز دبلوماسي شكو.
يعني جواز الدبلوماسي صاير كلش يعني سوري من الكلمة بس ولا يسوى شيء في الدول الغربية ودول العالم، يعني يقول كلهم عندهم جواز دبلوماسي. منو سهل لهم هاي المهمة؟ منو ينطيهم هاي الجوازات؟ ما أدري تشوفين يطلعون يتباهون فلان صديقي وفلان ما أدري أمره يسوي لي هاي هي شيء يدار الدولة بهاي الطريقة. ف وما يجاوبوش يعني تدزيلهم عمي وين الآلية انطيني آني بلجنة النزاهة وأريد أحقق أشوف شنو الآلية اللي تنطن بي جواز دبلوماسي. ماذا قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مع تصريح النائبة سروى عبد الواحد؟ دعاء البياتي تقول لعد المن الجواز الدبلوماسي قابل اللي عندهم شهادات عليا ويخدمون البلد بضمير. أما سيف علي عباس فيقول نعم إنه زمن الماكرات والفاشينستات والبلوغرات والموديلات، زمن الماكرات. أما نائل محمد فيقول مثل هاي المهازل هي اللي تخلي دولة مثل كوستاريكا ترفض تختم جوازها بالختم العراقي. حسين صبري يقول مع الأسف الجواز اللي يحمل صفة دبلوماسية صارت بيد التافهين وكل من هب ودب. نعم، معنا اتصال أبو أسامة من كركوك. أبو أسامة، أسامة من كركوك أرحب بك. إذن الذين لديهم يعني مواقع على منصات التواصل الاجتماعي يحصلون على جوازات دبلوماسية، يبدو بأن الأمر محصور بالنساء فقط كما قالت سروى عبد الواحد. أهلا وسهلا بك، حياك. اشكرك واشكر القناة الرائدة. اهلا وسهلا. جواز السفر العراقي جواز السفر العراقي جواز السفر طبعا هو بلقى ما له اي قيمة. نعم. وبالنسبة للجواز الدبلوماسية هي محسوبة من 2003 من بداية الاحتلال الامريكي البغير، يعني العراق اصبح بيئة تقليم زفت، الصحة زفت، الزراعة زفت، اما الجوازات كلها المحاصصة، هي المحاصصة اللي وصلت العراق والأحزاب الفاسدة اللي خلت العراق من أواخر الدول اللي ما تعتبر في الوقت اللي كان العراق من أوائل الدول من كل التعليم والصحة والزراعة والتجارة. واليوم العراق يعني خير دليل إنه ما يحدث الآن بالعراق، يعني نفط العراق منه شعب العراق. يعني على أي معيار حتى يعني العراق يعني حاليا يصبح من أكثر البلدان منحا للجواز الدبلوماسي؟ على أي معيار الطهن ذن المشهورات على التيك توك على الانستغرام؟ شنو المعيار اللي قدمنا مثلا هو بروفيسور عندهم براعة اختراع لو شنو الإنجاز اللي قدمنا أو قدموه للبلد؟ معيار هاي استعتبر هاي معيار المحصصة المقيتة اللي جابونها الأمريكان، يعني اللي المكان الشخص المناسب في المكان الغير مناسب. يعني راح العراق انتهى الأمر، يعني مثل ما تهربت النائبة اللي صحرا سر عبد الواحد، يعني وزارة الخارجية كان فيها حصرة للأكراد. كركوك شكرا لك. معنا أبو مالك من الولايات المتحدة الأمريكية، تفضل أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلون الصحة أستاذ عمر؟ تحية لك حياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني تريد هذني ما يحملين جواز دبلوماسي؟ وأنا ما لي علاقة، أنا أقول تصريح. لا أستاذ عمر، هم كلهم مراهقين. نعم، هذول مو سياسيين يا أستاذ عمر. أنت شفت تصريح الرئيس الوزراء بإيران؟ نعم. احنا ما ننسى وقفة ايران معانا. نعم صحيح، هو ما ينسى شلون قطعوا الماء، شلون يدخلون المخدرات للعراق، شلون بهذلوا العراق بالمخدرات، ما ينسى المواقف هاي من ايران. نعم، هاي عبارة عن مراهقين، دول مو سياسيين، كلهم مزعفة. واحد يروح لبنان يتزوج له وحدة يدفع له مليون دولار. نعم، يعني خزونة والله يا أستاذ عمر، خزونة بالعالم، خزونة صراحة.
يعني اذا استغرب انا هاي معقول العراق ما بي كفاءات، ما بي ناس شرفاء، ما بي ناس امناء على هذا البلد؟ لا خلوا للسيادة، صرنا ضحوكة عند الناس. يعني ما اعرف شو بدي اعبر لك يا استاذ عمر، والله العظيم مرات انا اشوف مواقف يعجز التعبير عن هذه بعض المواقف. نعم، أنا أشكرك أبو مالك من أمريكا وأعتذر منك لضيق الوقت، وعندنا بعد فقرة الهاشتاج والأنفوغرافيك. نذهب إلى الهاشتاج أعزائي المشاهدين، حيث جدد الخريجون القدامى الذين مضى على تخرجهم عدة سنوات جددوا الدعوات إلى إنصافهم بموازنة 2023 وتعيينهم دون قيد أو شرط، وذلك بعد التجاهل الحكومي لعشرات الآلاف منهم وتركهم دون توفير فرص عمل. وتوعد الخريجون بتصعيد حراكهم وتنظيم تظاهراتهم الحاشدة في بغداد على وسم الخريج القديم ينتفض. دعونا نستعرض عددا من التغريدات على هذا الوسم في تويتر. تقول رغد، تقول: ملف قضية الخريجين المعطلين يجب إنهاؤه، هذا الملف يجب إنهاؤه من قبل الحكومة الحالية بوضع حلول جذرية لتصفير تلك الأعداد التي همشت حقوقها منذ سنوات. إنهاء هذا الملف هي أول خطوة حقيقية للإصلاح. حارث يقول: إن من أبرز الأسباب التي جعلتنا من بين أكثر البلدان فسادا ماليا وإداريا هو غياب المعايير الصحيحة في التوظيف واعتماد معيار المحسوبية والتحزبية المقيتين. أما علا قالت: مطلبنا مشروع وحقنا مسلوب، نحن كخريجون قدامى لم ولن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا حتى تحقيق مطالبنا، حقوقنا دين في أعناقكم. تغريدة أخرى من فاطمة تقول فيها تقول: إن كنتم تريدون أن تنصروا المظلوم فالخريجو القدامى أحق بأي درجات وظيفية تطلقونها، لأنهم الشريحة الأكثر ظلما وتهميشا من قبل الحكومات السابقة. الخريج القديم ينتفض. يستذكر العراقيون في الأول من كانون الأول من كل عام يوم الشهيد العراقي، ففي مثل هذا اليوم من عام 1981 أعدمت طهران نحو 3000 عسكري عراقي بعد أسرهم في معركة البسيتين خلال الحرب العراقية الإيرانية. المزيد عن هذه الفاجعة في سياق الأنفوغرافيك الآتي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. رحم الله شهداء العراق وأسكنهم فسيح جناته. استعرضنا معكم أعزائي المشاهدين العديد من الملفات، منها معاناة طلاب المدارس المستمرة، تظاهرات مطلبية، وكذلك ما صرحت به النائبة سروة عبد الواحد حول منح جوازات سفر دبلوماسية
لناشطات لمشهورات على منصات التواصل الاجتماعي. نلقاكم غدا بحلقة جديدة بإذن الله. في أمان الله.